الله يسلمك. نغطي هاي النتفه بعد اللي مشاوش شوي. لا يكون الإنسان قريبا من الله مثل ما يكون عليه حين يوفر الصحة لأخيه الإنسان. أنتم مساء أخواتي وأخواني، أهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة الطبية مع الدكتور محمد إبراهيم أمين، وهو استشاري أمراض القلب وكهرباء القلب وزميل كلية الأطباء للأمراض الباطنية في المملكة المتحدة، ولديه شهادة الزمالة في أمراض القلب من جامعة بريتش كولومبيا في كندا، والحائز على شهادة الزمالة في كهرباء القلب من جامعة بريتش كولومبيا في كندا، الدكتور عضو في جمعية الأطباء والقلب الأمريكية، وكذلك عضو في جمعية نبض القلب. يعمل الدكتور محمد إبراهيم أمين حاليا في مركز القلب في المستشفى العسكري. يحدثنا في هذه المحاضرة الطبية عن أمراض شرايين القلب. سلامة قلبكم جميعا. وتتعلق المحاور بماهية مرض شرايين القلب، أعراضه، أسبابه، وطرق التشخيص والوقاية. نحن سعداء بوجودك معنا دكتور هذا المساء، فليتفضل الدكتور مشكورا بعرض هذه المحاور. تفضل دكتور، حياك الله. السلام عليكم. شكرا على المقدمة، شكرا على حضوركم اليوم، وشكرا للاقي اسكان على الاستضافة الكريمة. قبل ما ابدا محاضرتي احب اوجه سؤال لكم كحضور، شنو تتوقعون السبب الرئيسي للوفاة عند اغلب الناس معنا؟ صح احنا موجودين في القاعة اليوم، شنو السبب اللي راح يخلينا نتوفى او اغلبيتنا نتوفوا؟ ضغوط نفسية. في أسباب ثانية في بالكم بعد؟ حوادث السيارات، السمنة ممكن، الالتهابات، الأمراض المعدية، كل هالأسباب كلها تؤدي للوفاة، والناس يموتون بسبب هالأسباب. بس شنو ال الفجائية النقطة على المخ السكتة الدموية؟ نعم. السبب الرئيسي أو أغلب الناس يموتون مثل ما الجماعة تفضلوا بسبب أمراض القلب. قبل ما أبدأ في المحاضرة شوية حبيت أشارككم بالإعجابي أو شغفي بالقلب. ليش القلب جهاز موجود في جسمنا، جهاز عجيب سبحان الله، يعني قمة في الإبداع والتصميم، لدرجة أن أنت لو بتعطي أي مهندس حتى في الإمكانيات الحالية الموجودة عندنا، ما في مهندس قادر أنه يسوي نفس الوظيفة بنفس الحجم بنفس الكفاءة. القلب مثل ما نعرف كلنا جزء موجود عندنا داخل تجويف الصدر. في الإنسان البالغ تقريباً وزن القلب تقريباً 300 جرام، حجمه ما يتجاوز حجم قبضة اليد. لكن هذه الجهاز العجيب عنده القدرة أنه يضخ تقريباً 5 لتر في الدقيقة، ويبدأ في العمل من يوم ما إحنا كنا في بطون أمهاتنا في الرحم، ويستمر في العمل لغاية ما الله ياخذ امانته ونتوفى. ففي الانسان اللي عمره تقريبا 60-65 سنه بيكون قلبه على مدى السنين هذه تقريبا نبض اكثر من
2.5 بليون، مو مليون لا بليون نبضة. فأنت تخيل إنك تحاول تصمم مضخة بهالكفاءة بهالحجم وتعيش معاه طول هالوقت بدون ما تكل ولا تمل، وهذه الإبداع في خلق رب العالمين في هذا الجهاز. بذكركم بس بالأشياء اللي يمكن تذكرونها من أيام المواد العلوم أو التشريح. القلب عبارة عن عضلة مكونة من 4 أطراف، في عندنا غرفتين فوق اللي هما الأذنين، وفي عندنا غرفتين تحت اللي هما العضلات الرئيسية اللي هما القلب، وظيفته إنه هو يستقبل الدم غير معسكر عقب ما الجسم ياخذ حاجته من الاكسجين، يرجع للجهه اليمين البطينه الايمن يضخ الدم للرئه على اساس الدم ياخذ الاكسجين مره ثانيه، ويرجع للاذين الايسر وينزل البطين الايسر اللي هو المضخه الرئيسيه حق الجسم. القلب يتكون من العضلات، يتكون من الصمامات اللي هي تخلي الدم يمشي في اتجاه واحد. وطبعاً أساس القلب يتحرك لازم له نظام كهربائي يبتدي يتحكم في سرعة النبض، في نفس الوقت التناسق ما بين الغرف. وطبعاً أساس هذا الجهاز يشتغل طول الوقت محتاج تغذية، والتغذية هذه تكون عن طريق الشرايين اللي تغذي عضلات القلب بالدم، اللي هي موضوع المحاضرة مالت اليوم. لأن الأمراض الشرايين هي أكثر الأمراض شيوعاً، مثل ما قلنا هي أكثر الأسباب اللي تؤدي للوفاة عند الناس. مثل ما تفضلت الأخت المقدمة قالت، النقاط الرئيسية اللي بحاول أغطيها في المحاضرة مالتي شنو حجم مشكلة الأمراض الشرايين، شنو هو أصلاً مرض الشرايين، شلون يصير، شنو الأعراض، شنو أسباب المرض، شلون كأطباء ممكن نشخص المرض. ويمكن الجزء اللي أغلبكم يعرفه لكن أحب أني أأكد على النقاط هذه، شلون نحمي نفسنا أو نحن نأجل إصابتنا بالأمراض هذه. مثل ما قلنا أمراض الشرايين القلب هي السبب الأول للوفاة على مستوى العالم في كل الدول، بغض النظر عن الدول المتقدمة أو دول نامية. تقريبا أزيد من 17 مليون شخص يموت سنويا، هذه الإحصائية تقريبا صار لها أزيد من 6 سنين، فأكيد الرقم تغير. منتشرة في كل العالم، لكن المهم بالنسبة لليوم أن أقول لكم أنها هي ممكن الواحد يمنعها أو أنه يسيطر عليها يأجلها. الوفاة من أمراض الشرايين والقلب تمثل تقريباً 45% من الوفيات في الدول المتقدمة، بمعنى صح تقريباً نص الناس تموت بسبب أمراض القلب والشرايين. الأخبار الزينة أن المعدلات هذه تبدأ تتراجع في الدول المتقدمة، لأن الناس تبدأ يصير عندها وعي بالمشكلة. في نفس الوقت في برامج حق التشخيص المبكر، في برامج حق الوقاية، في تطور غير مسبوق في الأدوية والدراسات اللي تجرى على اساس تطلع الادويه اللي تسيطر على المرض هذه. في نفس الوقت العلاج اصبح يكون متوفر حق اغلب الناس. الدول الناميه ابتدت تلحق الدول المتقدمه، بالعكس النسب سابقا في السبعينات كانت معظم الدول الناميه الناس يموتون فيها نتيجه يا اما الحوادث او نتيجه الامراض المعديه بسبب تغير العادات الغذائية، العولمة اللي قاعدة تصير. حتى الدول النامية ابتدت النسب الإصابة فيها تحتل المراكز الأولى كأسباب للوفاة. للأسف قاعدة تصيب الناس في سن مبكر. إذا أخذنا صورة مقطعية في الشريان الطبيعي نشوف ان الشريان الطبيعي عبارة عن نفس التيوب، وفي خلايا تبطن داخل الشريان
في جزء اللي هو الجزء العضلي من الشريان، وفي غلاف خارجي. مثل ما تشوفون الشريان واسع، ما في أي ترسبات، وهذا هو اللي الواحد يتوقع في الشريان الطبيعي. عشان نقارن، هذه شريان مصاب بتصلب أو ترسب حق الكوليسترول في الشريان. تلاحظون أن الطبقة الرقيقة اللي كانت بطن الشريان صارت سميكة، في نفس الوقت ترى يصير عندنا ترسب حق الدهون في الشريان. طبعا هذه المريض في هالحالة ما كان عنده أي أعراض. غالبا الأعراض ما تبتدي تطلع إلا لما تتأثر المواد هذه بصورة أنها تحتل أغلب الشريان، بالتالي هذه هو بس اللي باقي من الشريان، هذا الجزء، وكل هذه مسدود نتيجة ترسبات الكوليسترول والدهون في الشريان أو تصلب الشريان. أي صور طبيعية عفوا؟ إيه نعم، هذه كانت يعني شرايح من مرض. هذه بيجي بعد ممكن شوية يقرب الصورة شلون يصير المرض في الشرايين. الدم طبعا يجري عصاص يغذي عضلة القلب بالأكسجين والمواد اللي يحتاجها القلب. طبعا من الأشياء الموجودة في الدم غير الأكسجين والأملاح في الدهون اللي هي تبتدي تترسب إذا كان نسبتها عالية، أو إذا كان المريض عنده الأسباب الثانية اللي ترسب الدهون، فتبتدي تترسب في جدار الشريان. خلايا الدم البيضاء تبتدي تحاول تسيطر على هالموضوع هذا، لأنه هو عبارة عن نوع من الالتهاب، تبتدي تتحول لخلايا من الدهن اللي مع الوقت تبتدي تترسب وتكبر لغاية ما تبتدي تسبب تضيق في مجرى الشريان، اللي مع الوقت يبتدي يأثر على تدفق الدم في الشريان، واللي المحصلة النهائية مالته أنه ممكن يوصل أنه يسد الشريان. شنو الأعراض؟ شلون المريض يبتدي يشتكي من الموضوع هذا مال الشرايين؟ الأهم الأعراض اللي هي الآلام اللي في الصدر. طبعاً الآلام في الصدر ممكن تكون ناتجة عن عدة أسباب، أو مو كل آلام في الصدر هي جاية من شرايين القلب، لكن الأخطر موضوع عندنا لما يكون في ألم في الصدر، هل هذا الألم جاي نتيجة مشكلة مع شرايين القلب ولا لا؟ غالبا إذا نشوف الوصف اللي أغلب الناس تشتكي منه لما يكون في مشكلة في الشرايين مالت القلب، أو طريقة وصف الألم، إن الألم يكون في منتصف الصدر، مو جهة اليسار ولا جهة اليمين، وإن كان ممكن بس الغالبية يكون في نص الصدر. يكون الألم عبارة عن ثقل، أحس المريض إنه في وزن أحد قاعد على صدره أو في ثقل عليه. الألم هذه ممكن يبتدي ينتقل للكتف، للحنج، أو أحيانا حتى البطن، الظهر. وفي أغلب الأحيان الآلام هذه تجي مع مجهود، بمعنى صح إنه لما يبتدي يتحرك نلاحظ إنه تبتدي تير الآلام، يوقف تختفي الآلام، تستمر مجرد دقائق. وهذه الألم اللي هو ناتج عن نقص تغذية عضلات القلب بالدم، أو اللي نسميه الذبحة الصدرية أو الخناق الصدري بالعربي. طبعا هذه بداية الموضوع. في ناس أول أعراض فيها جلطة في القلب، اللي هي نفس الوصف مال الألم هذه، لكنه بدل ما يكون مع المشهود، لا هذه هو مرة واحدة قاعد ما في شيء، أو كان يسوي أي شغل قاعد يسويه، وفجأة حس بالألم نفسه هذه بدون ما يكون في باتر معين أو طريقة معينة حقنا الألام تهي مع المجهود أو مع الحركة أو مع الأكل. هذه بدون أي سبب تلتهي الألام، وبدل ما تستمر دقائق لا مستمرة. وهذه الألم اللي يقولنا في جلطة في القلب، أو بمعنى صح إذا الواحد حس بالألام هذه لازم يحس في باله أن في احتمال هذه نتيجة جلطة في القلب. طبعا المشكلة العودة في أمراض شرايين القلب، أو ليش الناس تموت، ان نتيجه نقص
تروية عضلات القلب بالدم تسبب عدم انتظام في نبضات القلب اللي ممكن تؤدي إلى الموت المفاجئ أو السكتة القلبية لما القلب يوقف مرة واحدة. وعشان كذي وايد ناس تموت حتى قبل ما توصل للمستشفى لما تيجي الجلطة في القلب. طبعاً إذا جت الجلطات بشكل متكرر أو إذا استمر نقص تروية عضلات القلب بالدم فترة طويلة تبتدي عضلات القلب تشتكي من نقص التغذية وبالتالي عضلات القلب تبتدي تفقد القدرة أنها تشتغل بشكل سليم وهذا في الأخير يؤدي إلى فشل في عضلات القلب. طيب شلون تحدث جلطة في القلب؟ يمكن تذكرون الفيديو اللي رويتكم إياه وهذه تقريباً نفس الموضوع هو الشقد الانسداد اللي في الشريان. مثل ما قلنا ان القلب فيه شرايين رئيسية، القلب فيه ثلاث شرايين رئيسية، في اثنين من جهة اليسار وواحد من جهة اليمين. ولما نتكلم عن عضل القلب احنا غالبا نهتم بالقطين الايسر لانه هو المضخة الرئيسية حق القلب. مثل ما شرحنا بسرعة ان الدم يحمل كل المغذيات بما فيها الكوليسترول اللي هو جزء مهم في بناء الخلايا، لكن المرضى اللي عندهم ارتفاع في نسبة الكوليسترول أو الأمراض الثانية اللي تخليهم عرضة حق ترسب الكوليسترول يبتدي الكوليسترول يترسب عندهم في جدار الشريان. وفي أغلب الأحيان الترسب هذه مرض مزمن على فترة طويلة فالمريض أصلا ما يحس فيه، ما يبتدي يشتكي من أعراض إلا في حالتين. الحالة الأولى اللي هو أن التضيق صار شديد لدرجة أن تدفق الدم صار أقل من اللازم حتى تغذية عضلات القلب، فيبتدي المريض يشتكي من الآلام مع المجهود أو مع الحركة. أو إذا صار عنده أن جزء من الترسبات هذه صار في كسر، وبالتالي المواد الدهنية تبدأ تتعرض حق مجرى الدم فتتكون الجلطة والخثرة داخل الشريان. وعلى حسب ما الشريان مفتوح أو مسدود تبتدي الأعراض، فيبتدي يشتكي من الأعراض النتيجة الآلام السابقة وهو ما يتحرك ما يمشي. أوكي، وهذه بعد نوع من الذبحة الفردية، لكن إذا تطور الموضوع إلى أن الخثرة هذه أو الجلطة تسد الشريان كامل هني تحدث جلطة القلب، لأن تغذية القلب بالدم تتوقف تماماً في المنطقة اللي يغذيها هذا الشريان وتصير عند الواحد جلطة القلب. الأعراض تكلمنا عنها اللي هي ألم في الصدر، غالباً يكون في منتصف الصدر، يكون ثقل، يكون معه عرق، يكون معه لوعة، ضيج في النفس. أحياناً إذا الألم شديد أنت تشوف أن المريض حتى لون يبتدي يصفر أو يتغير. وهذه الأعراض الشائعة حق ألم القلب. بس طبعا في مرضى تبتدي الأعراض عندهم تأتي بطريقة مو الشائعة مو بالكلاسيك اللي نسميها. ففي ناس مثلا الأعراض مالتهم تأتي عبارة عن آلام في البطن مثلا، أو في ناس الأعراض مالتهم إنها مش تكون ضيجة في النفس مع الحركة، مو شرط تكون آلام، أو صح منهم ضيق في الرقبة أو الكتف صح. فمو الكل يبتدي يطلع بنفس الأعراض هذه، لكن الأعراض هذه اللي أغلب الناس يجون بها في تقريبا 80% من الناس هاي الأعراض اللي يجون فيها. طبعا في ناس أصلا ما يحسون إن جاتهم جلطات، غالبا المرضى اللي عندهم سكر متقدم إنه مؤثر على الأعصاب أصلا ما يحسون إن جاتهم جلطة، ويبتدون يكتشفون إن جاتهم جلطة في السابق لما يشوفون الطبيب ويشوف التخطيط مالهم أو يشوف الألتراساوند مال القلب عندهم يكتشف إن المريض هذه صارت جلطة بالقلب. مثل ما قلنا ان الالام ممكن ما تكون بس في نص الصدر، لا تنتقل تروح الجتوف، تروح للرقبه، تروح الظهر او البطن. هذه النقطه اللي ابي اكد عليها ان المشكله في مرض الشرايين ان احيانا اول اعراض تاتي حق المريض هي تؤدي إلى الوفاة في عدد كبير من الناس إذا المريض ما راح حق الطبيب أو
ما راح المستشفى أساس يعرفون الألم هذا مشان في وايد ناس تجيهم آلام في السر ويبتلي ما يهتم فيها أو إنه يقول أنا بتضح أو بشوف يمكن أصير أحسن أو يمكن هذه أحماض أو يمكن يبنون ألف سبب بس على أساس إنه ما يروح المستشفى. المشكلة في الموضوع هذه صحيح ممكن تكون الأعراض اللي عنده جاية من أي من الأسباب هذه، لكن الواحد لازم يحط في باله دائما إنه ما يغفل عن السبب الخطير اللي هو ممكن يأثر على صحته في المستقبل أو حتى على حياته. لأن مشكلة الجلطة لما أتي إن هي تؤدي إلى نسبة كبيرة من الناس تتوفى قبل ما توصل المستشفى. في 17% من الناس الآلام في الصدر هذه هي مو بس أول الأعراض اللي يشتكون منها، هي آخر الأعراض وهي الأعراض الوحيدة اللي يحسوا فيها قبل ما قلبهم يوقف ويتوفون. فالنقطة اللي أبي أأكد عليها إن لا الواحد ياخذ الآلام في الصدر بشكل هين أو شيء بسيط. ما في مشكلة إن الواحد يروح المستشفى 20 مرة حق ألم في المعدة أو ألم في العضلات، بس أنت ما تبغي إن المرة اللي ما تروح فيها هي تكون المرة اللي تكون صج مشكلة في القلب وهذه تؤدي إلى مشكلة كبيرة. طيب شنو الأسباب؟ أنا متأكد لو سألكم أغلبكم بتجيبون كل الأسباب، لأن الحمد لله الوعي في البحرين الوعي جيد بأسباب أمراض الشرايين والقلب. لكن أساس أسهل الموضوع إحنا نقسم الأسباب لأسباب إحنا ممكن نغيرها وأسباب ما لنا يد فيها. إحنا يابنا جري أهم الأسباب اللي ما نقدر نغيرها عمرنا. معروف إن مرض الشرايين والقلب مرض يجي مع تقدم السن، لأن كل ما الواحد عاش أكثر كل ما كان فيه وقت أكثر حق إن الكوليسترول والدهون تأثر، كل ما صار هو عرضة نصيلة أمراض ثانية تزيد نسبة إصابته بالمرض هذا. في مجموعة من الناس إحنا نسميهم إنهم يريهم الموضوع بريماتيور أو قبل أوانه، اللي هما الذكور اللي تصيبهم المشكلة هذه قبل سنة 45، والإناث لما تصيبهم قبل 55 أو إن تجيهم في سن مبكر حتى وعندهم الدورة الشهرية، لأن الإناث محميين طول ما تجيهم الدورة الشهرية بسبب الهرمونات. أو في عدة نظريات ليش تتوفر لهم الحماية، لكن بعد ما تنقطع عنهم الدورة يبتدي المستوى الخطر فيهم يكون مساوي حق الذكور. بس عموما كل ما الواحد تقدم في السن كل ما زادت نسبة إصابته بالأمراض هذه. الشيء الثاني العوامل الوراثية اللي ما لنا يد فيها، العوامل الوراثية سواء اللي تؤدي إلى إصابة المريض بالأمراض اللي تزيد نسبة إصابته، نفس ارتفاع الكوليسترول أو الضغط أو السكر الوراثي، أو في أحيانا حتى بيونها في مجموعات من الناس ممكن تأتيهم أمراض الشرايين في سن مبكر حتى من غير الأسباب هذه، وكلها اللي يتحكم فيها الجينات أو العوامل الوراثية. هذه الأسباب اللي إحنا ما ممكن نغيرها أو ما لنا يد فيها، وإن كان حتى الحين في الدراسات بعد تستوي على أساس إنه يسوون شيء اسمه جين ثيرابي وإنهم يعالجون الجينات، لكن هذه ما زال في طور مبكر جدا. بس هذه الأسباب اللي إحنا ما لنا يد فيها أو المريض نفسه ما يقدر يغير عمره، ما يقدر يصاب روحه، ما يقدر يغير جنسه، ولا يقدر يغير الجينات اللي جاته من أمه وأبوه. لكن عنده القدرة إنه يغير أو يسيطر على الأسباب الثانية، وهذه المهم. نفس مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، التدخين، السمنة، العادات الغذائية الخاطئة، قلة الرياضة، الخمول، الضغوط النفسية، وإن كان مو بدان الواحد يقدر يغيرها لكنه ممكن يسيطر عليها. كل هالأسباب تؤدي إلى أن الواحد يتيه إلى
أمراض الشرايين والقلب، وكل الأسباب المريض في يده إن هو يا إنه يغيرها تماماً أو يسيطر عليها بحيث إن الأمراض هذه ما تيلة، أو إذا تيلة ما تيلة في سن مبكر، تيلة في السن اللي المتوقع إن أغلب الناس بتجيب من الأمراض في السن. النقطة الأولى اللي بتكلم عنها موضوع السكر. السكر للأسف صاير مرض وبائي مو بس في البحرين، هاي في العالم كله. بالنسبة للإصابة في السكر ترتفع بشكل مو طبيعي من السبعينات. المتوقع أن في العالم كله بيكون في 300 مليون مصاب بالسكر في 2025. في البحرين إذا نشوف الإحصائيات عندنا على حسب الإحصائيات واحد من كل خمسة تقريبا مصاب بالسكر من البحرين. والسكر للأسف مو مرض بسيط، لأنه يأثر على كل أجزاء الجسم، يأثر على القلب والشرايين في الجسم كلها، فيؤدي إلى أمراض القلب، الجلطات في القلب، الجلطات في الدماغ، أمراض الشرايين في الأطراف اللي تؤدي لبتر الأطراف، يأثر على الكلية، المريض يصير فشل في الكلية، يبتدي يأثر على شبكية العين، واحد يصير نزيف شبكية العين ممكن يؤدي إلى فقدان البصر، يأثر على الأعصاب في الأطراف، وهذه في النهاية ممكن تؤدي إلى الحاجة لبتر الأطراف إذا المريض كان عنده مشكلة في الأعصاب مع مشكلة في الشرايين. فالسكر مو مرض بسيط، لكن الواحد ممكن إنه هو يتجنب أغلب المشاكل هذه أو يأخر حصولها إذا ابتدى يسيطر على نسبة السكر عنده. الدراسات بينت إن إذا أنت أخذت مريض عنده سكر لكن ما عنده أي مشكلة مع الشرايين مثل القلب وتابعت المريض هذه، نسبة إصابته في المستقبل بمشاكل في الشرايين هي مساوية حق مريض أوريدي صارت المشكلة. معروف إن الواحد إذا عنده المشكلة نفسها هو يعتبر في أعلى خانة الخطر إن تيلة المشكلة مرة ثانية في المستقبل، لأنه هو عنده المرض نفسه. مرض السكر حتى لو ما عنده المشكلة نسبة الخطر مرتب تقريبا نفس المصابين أصلا بالمرض، وهذا اللي يخلي الأطباء لما يتعاملون مع مرضى السكر يتعاملون معهم كأنهم مصابين بأمراض الشرايين، لما نحاول إن إحنا نسيطر على باقي المسببات نفس الضغط أو الكوليسترول، يظنون إن يمكن الدكاترة يكونون شديدين في إنهم يحاولون يسيطرون على الأشياء على أساس المعلومة هذه إن نسبة الإصابة فيهم أصلا جدا عالية مساوية حق الناس اللي عندهم مرض، فإحنا نعاملهم كأنهم مصابين أصلاً حتى لو ما كان عندهم أي مشكلة. أنا أسميهم هذين القاتل الصامت اللي الواحد ما يعرف عنه إلا لما يفحص. السكر غالباً ما تعرف إن عندك سكر إلا لما تكون استوريت تلت عندك الأعراض. القاتل الصامت الثاني اللي هو ضغط الدم. أغلب الناس اللي عندهم ضغط الدم يكتشفون فجأة ما يعرفون عندهم ضغط الدم. إذا أنت ما رحت شيكت الضغط ما بتعرف إن أنت عندك ضغط مرتفع. ولما تكتشف الموضوع هذي عقب ما تيك مشكلة من ارتفاع ضغط الدم ستوليت موضوع وايد متأخر، أنا صارتك مشكلة قال أنت ممكن تمنع حدوثها أو تأخرها لو أنت اكتشفت الموضوع هذي من قبل وعالجته. ضغط الدم تقريبا يأثر على 20% من البالغين، 20% من الناس ممكن يصابون بضغط الدم، وأغلب ال 20% هذين يكون ارتفاع الضغط عندهم بدون أسباب ممكن أن لو عالجته يختفي ضغط الدم، لأن في ارتفاع ضغط الدم لأسباب ثانوية، وبالتالي إذا أنت عالجت المشكلة الرئيسية ضغط الدم يعالج خلاص ما يصير فريق عنده ضغط الدم. لكن الغالبية من الناس اللي عندهم ضغط احنا ممكن نحصل سبب ليش عندهم ضغط الدم، بالتالي يحتاجون علاج مزمن على طول.
طبعاً ضغط الدم بعد من الأمراض اللي تبتدي تكثر مع التقدم في السن، وحتى المرضى اللي عندهم ضغط غالباً على أساس أنت تسيطر على الضغط عندهم مع طول فترة ضغط الدم تحتاج أنك تزيد في جرعات الأدوية أو تزيد في نوعية الأدوية. فإذا المريض كان على نوع واحد ولا نوعين أو خمس سنين تتوقع أن الجرعة أكيد بتزيد، أو ممكن يحتاج أن تزيد الأدوية أكثر على أساس أنها تخلي الضغط عنده أندر كنترول. الضغط الطبيعي 140 على 90، إذا كان أكثر من 140 على 90 في ضغط مرتفع. بس طبعاً ما ينفع أن الواحد ياخذ الضغط ماله مثلاً وقت هو جاي يتحرك أو في شيء مضايقه أو عنده ألم. عشان كذي تشخيص الضغط نفسه يحتاج أكثر من قراءة، أنها تكون دائماً مرتفعة والمريض يكون في وضع طبيعي من أنت قاعد ومرتاح ما في شيء مضايقه ومع ذلك ضغطه مرتفع. طريقة ثانية الواحد ممكن يشخص فيها الضغط إذا كان خد جهاز ضغط 24 ساعة وطول 24 ساعة الضغط ما مرتفع، فهني الواحد ممكن يشخص ارتفاع ضغط الدم. ويمكن الانخفاض النسب في الدول المتقدمة من أمراض الشرايين يات لأن ابتدت برامج التوعية في نفس الوقت السيطرة على ضغط الدم، السيطرة على الكوليسترول، الأدوية ابتدت تتقدم، وهذه اللي ابتدى يقلل نسبة الإصابة بالأمراض الشرعية. طبعاً ضغط الدم مثل ما السكر يأثر على الجسم كله نفس القصة مع الضغط، فالضغط يبتدي يأثر على عضلات القلب. واحد ممكن يصيبه أمراض الشرايين في القلب، عضلة القلب تبتدي تتضخم، ممكن في الأخير يصير في فشل في عضلة القلب، ممكن تيجي جلطات في الدماغ سواء نتيجة جلطة أو نزيف في الدماغ نتيجة ارتفاع الضغط. الكلية ممكن تتأثر والواحد يصيبه فشل في الكلية. فنفس القصة بالنسبة حق ضغط الدم، ضغط الدم مو المرض الواحد ياخذه باستهتار أو بخفة. الهبوط ضغط الدم مو منتشر قد ارتفاع ضغط الدم. بس هل ممكن نسوي الهبوط الحاد في ضغط الدم ممكن يأثر، بس غالبا الهبوط الحاد في ضغط الدم يكون نتيجة سبب ثاني، بمعنى صح نزيف حاد مثلا. فأغلب الأحيان اللي سبب المشكلة مو بس الهبوط في ضغط الدم، هي المشكلة الرئيسية اللي سببت الهبوط في ضغط الدم. السبب الثالث بعد الضغط والسكر هي ارتفاع نسبة الدهون أو الكوليسترول. كل الناس اللي عندهم أمراض قلب وشرايين عندهم ارتفاع في نسبة الكوليسترول، أو إن حتى لو كانت نسبة الكوليسترول عندهم هي within range أو في ضمن المعدل اللي المختبر يقول إنه نورمال، فهي ما زالت مرتفعة بالنسبة لهم والله عشان ما تلاقي تأثر عندهم الكوليسترول. في الجانب الوراثي اللي يأثر إن الناس يبتدي تصيبهم أمراض القلب والشرايين في سن مبكر لأن الكوليسترول عندهم وايد وايد مرتفع. الكوليسترول نفسه انقسم لكوليسترول ضار اللي هو نسميه LDL، والكوليسترول الحميد أو الكوليسترول النافع اللي هو HDL، وفي بعد مكون غير حق الكوليسترول اسمه الدهون الثرافية أو الترايجلسرايد. طبعاً الواحد إذا خفض نسبة LDL خفض نسبة الدهون الثرافية، في نفس الوقت رفع HDL اللي هو الكوليسترول الحميد، كل الأشياء تؤدي إلى أنها تعطيه حماية أو تقلل نسبة الإصابة بالشرايين. في شيء مهم لازم الواحد يحطه في باله ان الكوليسترول شيء موجود عندنا كلنا، احنا كلنا نحتاجه اساس نكون الخلايا لانه هو جزء رئيسي في جدار الخلايا في جسمنا كله، فاحنا ممكن نستغني عن الكوليسترول. عشان كذي الجسم يبتدي يصنع الكوليسترول. 75% من الكوليسترول اللي في جسمنا الكبد يبتدي يصنعه، 25% احنا ناكله. وبالتالي مع الحمية
مثلا واحد ياكل اكل زين يتر عن الدهون يتر عن الكوليسترول فهو ممكن يسيطر على تقريبا حوالي 25%، لكن 75% حتى لو كان هي بتصنع من جسمه، فكلها يعتمد على الجينات الوراثيه اللي عنده. هو الكبد عنده اشياء بيطلع كوليسترول، فاحيانا الحميه نفسها ممكن تنزل الكوليسترول للليفل المطلوب اساس يعطيه الحمايه او يحطه في الرينج المناسب حق نسبه الخطر عنده. لكن في غالبيه الناس الحميه هذه الخطوه الاولى في الكوليسترول، وبعدين الواحد بعد يشوف المستوى ويحدد اذا يحتاج ادويه تنزل الكوليسترول ولا لا. طبعا في استثناءات حق الموضوع هذا، بمعنى صح اذا مريض جات المشكله هذه فهو بالتاكيد يحتاج ان الكوليسترول ما ينزل، والادويه اللي تنزل الكوليسترول في المرضى اللي عندهم مشكله هي الوظيفه مالتها اكبر من ان هي بس تنزل الكوليسترول، لا هي تعطي حمايه غير ان هي بغض النظر عن ان هي نزلت الكوليسترول ولا لا. بس بالنسبه حق المرضى اللي ما عندهم مشكله مع الشرايين، شلون نحدد هل المريض يحتاج ياخذ دواء حق الكوليسترول ولا لا، او شنو الليفل المناسب له؟ وايضا هذه نستخدم فيها جداول تاخذ في الاعتبار سن المريض، جنس المريض، والمشاكل الصحيه اللي عنده، هل عنده ارتفاع في ضغط الدم؟ هل هو يدخن ولا لا؟ وكل هذه يعطيك نسبة إصابتك بمشكلة في خلال العشر سنين الجاية، وهذه بيحطك في خانة أنت هاي ريسك، نسبة الخطأ فيك جدا عالية، أو أنت متوسطة، أو نسبة الخطأ عندك قليلة. وعلى أساس الخانة اللي أنت فيها، إذا أنت نسبة الخطأ عندك عالية أو نسبة الخطأ قليلة، الواحد يبتدي يحدد هل المريض هذا يحتاج أنك تعالج نسبة الكوليسترول اللي عنده ولا لا. والتارجت بعد يتحدد على حسب الخانه والخطر المريض. المرضى اللي عندهم سكر مثلا، او المرضى اللي عندهم مشاكل ورنديات مع شرط القلب، غالبا يحتاج ان نسبه ال دي ال او الكوليسترول الضار تكون عندهم اقل من 2. بينما الناس اللي نسبه الخطر عندهم منخفضه جدا ما عندهم مشاكل، الواحد ما يفكر اصلا انه يوديهم على ادويه الكوليسترول الا لو كان نسبه الكوليسترول الضار عندهم اكثر من 5%. فكل هذه الواحد ممكن يعرفها لما يتكلم مع الطبيب ماله عقب ما ياخذ التحليل ماله. هذه اهميه الواحد بعد يفحص ويشيك، لان انت اذا ما تشيك انت اصلا ما بتعرف نسبه الكوليسترول اللي عندك، ما بتعرف انت تنحط في اي خانه، وبالتالي هل تحتاج علاج او ما تحتاج علاج. التدخين يعني ما اقدر اقول لكم ايش قد مهم التدخين كعامل في الاصابه بامراض الشرايين والدم. التدخين بلا منازع هو اسهل سبب انت ممكن تغيره على اساس تحمي نفسك، وتحمي نفسك مو بس من امراض الشرايين والقلب، تحمي نفسك من لسته كبيره من هو من اهم اسباب الوفيات في كل العالم، سواء الدول المتقدمه او الدول الناميه. والدول المتقدمه ابتدت تحط اجراءات على اساس تبتدي تقلل من التدخين، فصار في منع للتدخين في الاماكن العامه، في منع للتدخين في المطاعم، حتى في البارات، وهذا يبتدي يقلل نسبه التدخين. لكن المشكله في الدول الناميه اللي للحين الناس تدخن في كل مكان، والتدخين مشكلته انه ما ياثر بس على المدخن، حتى على الباسيف سموكر او المدخن السلبي اللي هو قاعد يستنشق نفس الدخان من غير ما يدخن. من غير ما يدخن المدخن يضاعف نسبه الاصابه عنده 3 اضعاف. طبعا هذه انت تضيفها الى الاسباب الثانيه، فايا كانت نسبه الخطر عنده نتيجه الاسباب الثانيه انت تضربها في 3 مجرد انه يدخن. المأساة الأكبر أن المدخن حتى عقب ما تجي له مشكلة، الغالبية هم في المستشفى يوقفون تدخين ما يدخنون،
لكن في خلال 6 شهور من الجلطة يحس أنه هو أنا زين، يبتدي يرجع على عادته القديمة. الشيء اللي لازم الواحد يحطه في باله أنه أنت إذا وقفت التدخين في متوسط العمر أنت تزيد في عمرك تقريباً 10 سنين مقارنة لو كملت أنت التدخين. فأنت مو بس وفرت فلوس، أنت طولت في عمرك مجرد أنك وقفت التدخين. الناس اللي صارتهم مشكلة وهم يدخنون وقفوا التدخين، أنت تقلل نسبة الإصابة مالتك في المستقبل تقريباً 50% إذا وقفت فترة 5 سنين. فالفائدة اللي تجنيها من الإقلاع عن التدخين جداً جداً عظيمة لما يكون موضوع الحماية من الأمراض الشرايين. مثل ما قلت هذه اللي قلت أنا كلها عن أمراض الشرايين والقلب، بس أنت هذه يعني واحد من الكبيرة من الأمراض التي تيجي التدخين. الأورام، سرطان الرئة، الأمراض الشعب الهوائية المزمنة، المشاكل في الأطراف، الأجنحة بتر الأطراف، العجز الجنسي، المشاكل في المعدة، اللست طول. والمحصلة النهائية أن الناس تبتدي فيهم يعني هذريات مدخن والسرطان اللي فيها، وفي ناس في آخر حياتهم يكون مضطر أنه يعيش على أكسجين دائم لأن الرئة خلاص ما تقدر أنها هي تطلع أو تأخذ الأكسجين الكفاية. من الأسباب المهمة اللي ابتدت تنتشر وايد عندنا في المنطقة مسألة السمنة. السمنة طبعاً عامل مستقل ما له علاقة بأي شيء ثاني ومؤثر جداً في زيادة الإصابة بأمراض الشرايين. بلا شك نسبة الإصابة تزيد عند الناس اللي عندهم بدانة مقارنة بالناس السليمة. البدانة أو السمنة نفسها ترفع لك ضغط الدم، ترفع الدهون الثلاثية، وفي نفس الوقت تبتدي تقلل تجاوب الجسم حق الانسولين، وبالتالي تحولك الى مريض بالسكر. او بمعنى صح انت لما تبتدي تخلص من البدانه تحسن شلون الجسم مالك يبتدي يتعامل مع كميه الانسولين، ممكن تتخلص من السكر او تصلح التنفيذ الغذائي في جسمك مجرد تخلص من السمنه. شلون نحدد المريض هذه عنده سمنة وعنده بدانة ولا لا؟ هي مقاييس وايد، الخصر للحوض النسبة لازم تكون أقل من 1 من 10، خصر 1 لازم يكون أضعف من الحوض عنده. المحيط الخصر نفسه بالنسبة حق الرجال القياس مال بنطلون لازم يكون أقل من 40 إنش، حق النساء 45 إنش. بس هذه مو بمقاييس كلش دقيقة، المقياس اللي متعارف عليه أكثر حق يبتدي يقسم الناس إلى عندهم بدانة ولا لا اللي هو شيء نسميه الـ BMI أو مؤشر كتلة الجسم، اللي هو الواحد يحسبه إنه يأخذ الوزن بالكيلوغرام ويقسمه على المربع مال طوله بالمتر، فيأخذ الطول بالمتر مربع وبعدين يأخذ وزنه ويقسم الوزن على مربع الطول بالمتر. الرقم هذا لازم يكون أقل من 30. وانس إنك توصل 30 وأباف معناته أنت عندك سمنة. عذراً على المقاطعة، بس في إعلان من المنظمة صاحب السيارة رقم 387949 ظهر الإضاءة والية، فهم خبروني يعني بليز. ما يصير مرض القلب. في اي كم أمراض. طبعاً أهم شيء الأعراض، فجزء كبير إن المريض نفسه يبتدي يشتكي إن عندي مشاكل أساس إحنا نبتدي نسوي الفحوصات اللي تعطينا التشخيص. وفي أغلب الأحيان التشخيص يعتمد
على الاعراض مالت المريضه اللي هي قصه الالم اللي شرحناه في البدايه مع الفحص السريري. طبعا هذه يساعد تحقيق القلب الايكو او الالتراساوند للقلب، فحوصات الدم الواحد يشوف فيها الاسباب الثانيه اللي هو السكر والكوليسترول وما الى ذلك من اسباب تزيد نسبه الاصابه بالقلب. احيانا الطبيب يحتاج ان هو يسوي فحص حق المجهول او فحص بالاشعه النوويه حق يشوف تغذيه عضله القلب بالدم، وبعدين اذا كان في شك ان في مشكله في وجود مشكله مع الشرايين تضيق الشرايين ممكن نشخص التضيق هذا يا ان احنا نسوي اشعه مقطعيه او نحن نسوي شيء اسمه قسطره. اكيد اغلبكم سمع بالقسطره. القسطره هو عباره عن تصوير حق الشرايين مالت القلب. هذه قسطره حق احد المرضى. القسطره عباره عن انبوب صغير يدخل في الشريان سواء كان من اليد او من الفخذ، غالبا تكون تحت تخدير موضعي، ونبتدي نحكم صبغه في الشرايين وناخذ الصور من اكثر من اتجاه. هذا المريض لاحظ انه في عنده تضيق شديد في الشريان هذا اللي هو الشريان الايسر الامامي الغربي، الجدار الامامي حق عضله القلب. الشريان الثاني في تضيقات كذا، ويمكن تشوفون يمكن الصوره مو واضحه هني، لكن في الخيال الشريان الثالث اللي بعد في تضيق. هذه القسطره اللي احنا نسويها ما تاخذ وقت وايد. هذا الشريان الثالث اللي هو هني مسكر تماما جزء منه. طبعا على اساس القسطره يبتدي الطبيب يحدد شنو احسن طريقه حق العلاج، سواء بالادويه على اساس السيطره على الاعراض، او احيانا اذا التضيقات شديده ممكن نحتاج ان احنا نسوي توسيع حق الشرايين ونحط دعامة في الشريان، او اذا كانت تضيقات شديده موجوده في اماكن وايد او اماكن صعب الواحد يتعامل معها عن طريق القسطر والبالون، ممكن الدكتور حتى ينصح انه يسوون جراحه حق اللي ممكن في باله شنو قصه البالون. هذه نفس القصه، فاذا كان عندك انت تضيق شديد موجود في احد الشرايين وقاعد يسبب اعراض نسوي نفس القسطره اللي هي نفس التيوب هذا اللي يدخل من الفخذ او من اليد، نحقن الصبغه نتعرف على وين التضيق الشديد الموجود. الدكتور يبتدي يدخل وايد كلش صغير يطوف مكان التضيق، وعلى هذه الواير نبتدي ندخل البالون والدعامه في اغلب الاحيان، نبتدي نوسع المكان على اساس نرجع الشريان للسايز الطبيعي ماله. والدعامه هذه تبقى مكانها في مكان التضيق على اساس تحافظ على الشريان نفسه واسع. ومع الوقت تبتدي الدعامة هذه تتغطى مرة ثانية بالخلايا المبطنة حق الشريان الطبيعي، تصير الدعامة هذه جزء من الشريان نفسه. يعني الدعامة بس كذي توقف مكانها؟ لا لا ما في احتياط، يعني مجرد ان انت توسعينها بالبالونة تبتدي توقف في مكانها وتصير مع الوقت جزء من الشريان. طبعا الوقت اللي يحتاج الجسم على اساس انه يغطي الدعامه هذه يختلف من دعامه لدعامه ثانيه، يعني يعتمد الدعامه هذه هل دعامه مع ادويه. في بعض انواع الدعامات الحديثه تبتدي تطلع روحها ادويه على اساس تمنع انه يصير تضيق مره ثانيه في المكان اللي يوسعه، وعلى حسب نوع الدعامه المريض بيحتاج ياخذ الادويه اللي تمنع التجلط لفتره طويله. الدعامه نفسها جسم غريب فممكن بعد يصير عليه تجلط. اي مادة؟ الدعامه نفسها من معده، طبعا معادن مختلفه، في بلاتين، في كان في فتره من الذهب، في بعضهم كوبر كروميوم. العموم كلهم السؤال اللي دائما يصير المرضى هذا يحلم؟ لا ما يحلم. تحرك ولا ما تحرك؟ لان عندي ما تحرك خلاص جزء من الشريان، هو عقب فتره سواء كان
على حسب نوع الدعامه في ما بين الشهر لسنه خلاص تكون مغطيه تماما بالشريان. فيعني لو انت اخذتي صورتي من داخل الشريان ما تعرفين انه اصلا فيه دعامه. طيب شلون نحمي نفسنا من الاضرار الشرعيه؟ شنو الوقايه؟ عرفنا احنا الاسباب. لما عرفنا الاسباب الواحد اذا ابتدى يعالج الاسباب بالذات الاسباب اللي هو يقدر يغيرها. اتفقنا ان في اسباب احنا اصلا ما نقدر نغيرها. اهم شيء اذا جات اعراض الواحد ما ياخذها بخفه او ما يستهتر فيها. الالم في الصدر مو بعرض خفيف. اذا الواحد جاء له الم في الصدر لازم يروح المستشفى. بالعكس يستحسن انه حتى ما يسوق السياره او ما يروح بسياره عاديه يتصل بالاسعاف والاسعاف ياخذه للمستشفى. الحمد لله البلد مفلوسه بالمستشفيات، مفلوسه مراكز، وكل المراكز فيها الامكانيه انها هي تعالج المرضى العلاج في الفتره الحرجه، وبعدين ينتقل المريض للمستشفى على اساس ياخذ العلاج اللازم. اسعافات اوليه. مو بس الاسعافات الاوليه، في الاسعافات الاوليه اذا لا سمح الله المريض توقع قلبه، لكن حتى الاعراض نفسها الواحد ما ياخذ لا لازم يروح المستشفى. مثل ما قلت الموضوع هذا الحمد لله متوفر في كل مكان. يعني المسافه من اي مكان في البحرين لاجرى مستشفى مسافه قريبه. خدمه الاسعاف متوفره في وحدات متخصصه اصلا للموضوع هذا. يعني في المستشفى العسكري في وحده امراض مو بس وحده امراض القلب، لا في الطوارئ في وحده بس حق الام الصدر، بس حق المرضى اللي يشتكون من الام الصدر على اساس يشوفونهم. انا اقول العيز مو من النظام الصحي، العيز من المريض نفسه اللي هو ما راح حق يفحص او يعرف ليش الم هذا. ف جدا مهم اذا في اعراض لازم الواحد يروح المستشفى. مرض السكر ضروري جدا الواحد يضبط نسبه السكر. التارجت طبعا ابتدى يتغير مع الوقت، يمكن قبل 5 سنين التارجت غير التارجت الحين. الارقام هذه يمكن ما تهم الناس الا الناس اللي عندهم سكر، بس نسبه الهيموجلوبين اي 1 سي اللي هو نسبة تثبيط السكر على فترة 3 شهور الواحد يحاول انها تكون اقل من 7%. وبعدين لازم يكون السكر الصايم والسكر بعد الاكل في النسبة المضبوطة على اساس انت تمنع المشاكل مالت السكر كلها. ضغط الدم لازم ينضبط، وينضبط مو بس بالادوية، الواحد يبتدي يقلل الملح في اكله، يخفف وزنه، الكحوليات ترفع نسبه السكر، الواحد يبقى زيد الحركه وزيد النشاط الرياضي ماله، مو بس بيضبط الضغط عنده، بيضبط السكر، بيقلل الكوليسترول، وطبعا مهم جدا ان الواحد ياخذ الادويه بانتظام على اساس انه يقلل الضغط عنده. السمنه والاكل جدا جدا مهم. الواحد يحاول انه يخلي الوزن ماله في المستوى المطلوب، الاقل من البي ام اي ومعدل كتله الجسم عنده تكون اقل من 25. لازم يكون في رياضه بانتظام. والمشكله الرياضه لما انت تتكلم مع الناس يقول لك انا طول اليوم على رجلي، انا شغلي اصلا انا ما بعد، او ربات البيت انا طول اليوم مع العيال، او طول اليوم واقفه اشيل واحط في المطبخ. هذه صار شيء روتيني في حياتك بمعنى صح. هذه مو برياضة، الرياضة شيء مختلف تماما. لازم تخصص وقت بس حق الرياضة. ولما اتكلم عن الرياضة مو شرط الواحد مثلا يشيل اثقال او ياكل ماراثون، لا يسوي رياضة هو يقدر يسويها بانتظام، رياضة هو يحبها وفيها حركة حسب الواحد يمشي، لكن يسويها بانتظام. وهذه ما لها علاقة، وهذه مو جزء من الروتين مال العمل او روتين الحياة، هذه شيء اكسترا لازم هو يخصص له هذه الوقت.
التغذية السليمة جدا مهمة. الواحد يحاول يأخذ الأكل قليل الدسم منزوع الدسم، يختار النفس الدهون غير المشبعة لأنها تبتلي تزيد الكوليسترول الحامل، تقلل الكوليسترول الضار نفس زيت الزيتون. طبعا الواحد لازم يحط في باله أن كل الزيوت هي في الأخير زيوت، بمعنى صح المول لأن زي الزيتون الواحد يأخذ كمية كبيرة لأن في الأخير كلها تبتلي الدش في الجسم، فالاعتدال في كل شيء مطلوب. أن الواحد يخفف من السكر أو بالنسبة حق مرض السكر يأخذ بدائل السكر أو يستغني تماما عن السكر. أن الواحد يكثر من الفواكه الخضروات الأطعمة اللي فيها الياف كلها تخليه أصح، في نفس الوقت تبتلي تقلل نسبة الإصابة بالأمراض، في نفس الوقت تأخر المشاكل الصحية الثانية. الامتناع عن التدخين هذا شيء أساسي بالنسبة حق المدخنين. الرياضة ما في شك إن هي تقلل من نسبة الإصابة بالأمراض القلب والشرايين، مو بس أمراض القلب والشرايين، تقلل نسبة الإصابة أشياء وايد، تخفف من تقلل نسبة الإصابة ضغط الدم. الناس اللي عندهم سكر ممكن يتخلصون من الأدوية مجرد أنهم يخففون وزنهم، يكون عندهم نشاط رياضي منتظم، تصلح نسب الكوليسترول، تحسن استجابة الجسم حق الأنسولين. والكل المطلوب أن الواحد يخصص نص ساعة يوميا، نص ساعة ل 45 دقيقة رياضة هي حركة حتى لو مشي سريع، هذا بيكون كفاية. طبعا إذا بيزيد هذه خير وبركة، بس هذه في الأقل القليل اللي يكون المفروض يسويه. أتمنى إن ما كنت طولت عليكم، بس النقاط اللي بغيت أوصلها، وعارف يمكن أغلبكم كان يعرف معظم المعلومات اللي قلت اليوم، بس حبيت أؤكد على أهميتها. إن أمراض القلب والشرايين من أهم أسباب الوفاة عند الناس. الآلام الصدر مو شيء الواحد ياخذه مخفف، لا، ما لازم تهاون فيها. الواحد دائما يذكر إن الوقاية خير من العلاج. في أسباب كثيرة حق أمراض الشرايين والقلب إحنا في يدنا إن إحنا نغيرها أو نسيطر عليها، بحيث إن إحنا نأخر إصابتنا بهالمرض أو حتى ممكن نمنعه. الامتناع عن التدخين، الرياضة، التغذية السليمة، ضبط السكر، ضبط الكوليسترول من أهم الخطوات اللي ممكن تحميك من أمراض الشرايين والقلب. الأدوية إشراف الطبيب لها أهمية، خاصة عند الناس اللي نسبة الخطر عندهم عالية. مع الأعراف لازم المريض يشوف الطبيب على أساس الموضوع هذا يشخص مبكر. مع التشخيص المبكر واحد ممكن يسيطر عليه على أساس ما يتطور لشيء أكبر. شكرا. دكتور بخصوص زراعة الساعة حق تنظيم القلب، أعطنا فكرة عنها. شكرا دكتور، والآن نفتح المجال للأسئلة والمداخلات. وصلنا أوريدي سؤال إذا